اسمي بشرى ثابت، عمري 18 عاماً، وأنا طالبة أمريكية من أصل مغربي. يوم وقعت أحداث 11 سبتمبر كنت في 8 من عمري. دقت أجراس أنذار الحريق في مدرستنا وهرعوا بنا إلى الطوابق السفلية واتصلوا بأولياء الأمور. أنا كنت صغيرة ولم أستوعب ما يدور من حولي. بعد ذلك اليوم بدأت ألحظ تغييراً كبيراً في حياتي وحياة من حولي. كنا معتادين على الذهاب إلى المسجد كل عطلة نهاية أسبوع لتعلم اللغة العربية، لكن ذلك توقف. قريباتي المعتادات على ارتداء الحجاب خلعنه. كانت الناس تتجنب المشي في الشوارع، وكانت أجواء الخوف والحذر تخيم على الجميع. أنا لم أكن أعتبر نفسي أمريكية من أصل عربي قبل هذه الأحداث. كنت أعتقد أنني أمريكية فقط، مثلي مثل جميع الطلاب في صفي. ولكن بعدما كبرت وبعدما رأيت ما تعرض له العرب والمسلمون من ردات فعل سلبية، بدأت أتمسك أكثر بهوية العربية وصرت أكثر نشاطاً ضمن فعاليات الجالية، لأنني لم أكن راضية عن استهدافنا. بعد مرور 10 سنوات لا أعتقد أن الناس قد تعدوا تلك المرحلة. الناس تحاول النسيان. الأوضاع الآن أفضل قليلا للجالية العربية والمسلمة. نعم هنالك تمييز ولكن بنسبة أقل، وقد ظهرت فئة من الأمريكيين الذين يقفون بجانبنا ويعملون معنا ضد التمييز. أحلامي كأحلام أي فتاة أمريكية من عمري. أطمح لأن أكون ناجحة وأن أتابع دراستي الجامعية في مجال التاريخ. أريد أن أصبح مدرسة تاريخ، لأن كثيرين للأسف ينسون تاريخهم، وأنا أؤمن أن من لا ماضٍ له ليس له مستقبل.